يبقى العداء عدنان طعيس الاسم الأبرز في ميدان النجومية الفردية بعدما اجتاز ألقه الآفاق المحلية وحصد نجاحات عربية وأسيوية في فعاليتي ركض 800 و1500 متر، وهي نجاحات لم تكن متاحة لغيره برغم أن مسيرته كانت حافلة بالصعوبات والمطبات التي لم تثنه عن الجري تحطيما للأرقام. بداية كنت أمارس الرياضة بصورة عامة، ومثل ما تعرفون الكل أنه أول الشاب أول ما يجي يعني يكون إغبان نحن على كرة القدم، فكنا نمارس كرة بالنوادي بالمنطقة. بعدين من خلال المدارس كان عندنا مدرس بالرياضة كلش مجتهد الأستاذ أسامة سعود رحمه الله توفى، فمن خلاله استدعاني المشاركة في أحد البطولات المحلية اللي كانت بطولة التربية. طبعا مثلنا المحافظة واسط، أنا من محافظة واسط، مثلنا محافظة واسط بمشاركة 400 مثل. سألت للأندية وقدرت يعني أحقق أرقام جيدة، وبعد استدعاني المنتخب، منتخب الوطن العراقي لألعاب القوى لفئة الناشئين، وكانت أول مشاركة لي يعني خارجية مع فريق الناشئين في بطولة في إيران كانت، وحققت أيضا مركز جيد. بعدين المختصين برياضة ألعاب القوى المدربين شافوني أنه أصل 5 متر، الكل يعني شاف أنه عدنان طعيس راح يصبح اسم كبير وينافس على مستوى دولي، وهذا ما حققناه بالمستقبل يعني الحمد لله. لم يكن غريبا أن تتعلق هواية قدم في بادئ الأمر والمشوار، وهي الرياضة التي تحظى بالضوء دائما، لكنه حين اكتشف قدرته على البروز في ميادين عروس الألعاب قرر التحول وحصد الثمار في موعد مبكر. بعد ممارسة لكرة القدم أنا كنت جدا أحب كرة القدم ونحاول يعني نجتهد بها، لكن حول الميدان الألعاب الفردية تمتاز عن كرة القدم بصفة أنه أنت تبذل مجهود فردي، والمجهودك الفردي هو يتوج بالنتائج، فكل ما تقدم أنت مجهود إضافي راح تحصل على نتائج. لكن ربما مثلا لعبة كرة القدم أنت تكون لاعب مميز، لكن بعض عناصر الفريق يكون ما مكتمل ويؤدي ذلك خسارة الفريق، وذلك يعني راح يتحملها الكل. لكن الألعاب الفردية حتى احنا اول يحقق رقم اسرع هو يروح بطوله، هو يمشي بطولات عالم العاب اولمبيات او كذلك يحقق نتائج. طبعا اختيار اللي فعاله 800 متر و1500 ما تسمى بالفعاليات المتوسطه، الان 800 متر اصبحت من الالعاب السريعه بناء للأرقام اللي شهدت وقع اختياري على 800 و1500 بعد ما يعني أجرت لي اختبارات كثيرة بكثير عدة فعاليات. كنت ألعب 400 متر حققت أزمنة جيدة، لكن أزمنتي ما تأهلني لحصولي على أوسمة بالمشاركات الخارجية على مستوى عربي أو آسيوي. 800 متر 1500 بما أنه أنا أكون سريع ومطاول أمتاز بمطالة السرعة والسرعة والتحمل العام، هذا يجعلني انه انا اكون قوي بهذه. هنا يعني المختصين من المدربين كانت ايضا لي بدايه مع المدرب عبد الكريم خضير. عبد الكريم خضير هو بطل العراق بفعاليه 5000 و10000 صاحب الرقم العراقي. استمرت معه بالتدريب لفترات طويله، وبعدين انتقلت من المدرب الجيد القدير حسين جابر، والآن مع المدرب السيد رحيم خلف. طبعا كلهم اتفقوا كمدربين فقط زمن جدا سريع، دقيقة 45.88 الرقم الشخصي في 800 متر، وهو كان من الأرقام المميزة على مستوى آسيا وعلى مستوى دولي، واستمرت بهذا الشيء. ثلاثة عشر وساما آسيويا ملونا
برزت مسيرة عدنان طعيس في أركاض المسافة. وأنا دائما كنت يعني أراهن من خلال الإمكانية اللي أحملها والثقة اللي أحملها في نفسي أنه يعني بأسوأ الظروف وأحقق نتائج كبيرة. دورة ألعاب الآسيا 2014 يعني أنا كنت إعدادي ضعيف جدا، مع العدائين اللي تنافست وياهم بالدورة كانوا هم يعني من بلدان متقدمة مثل قطر والبحرين والسعودية، ومعسكرين في وبلدان شرق آسيا معسكرين يعني بسويسرا وأمريكا وكينيا ومع مدربين كبار، والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى توفقت وحققت نتائج. رفيقا لعدنان طعيس بعد سطوع نجمه عربيا وآسيويا، بيد أنه لم يبلغ الهدف لغياب أي ملمح للتخطيط في الإعداد والتحضير، فكانت خسارة العراق أكبر من خسارة طعيس نتيجة الارتجال المزمن في صناعة البطل. الأرقام اللي حققتها، الإمكانية اللي عندي، الإمكانية البدنية كلها تأهلني أنه أنا قادر على أقل تقدير أنه أصل للفاينال وأكون من ضمن الخمسة اللي ينافسون مثلاً في فعالية 800 متر. وبعدين الميدالية في دورة ألعاب أولمبية مرات تكون إيقاع بطيء وعداء يحصل على وسام بزمن ضعيف يعني مو بمستوى الطموح، وما تكون يعني حتى يعني شانس العدائين معروفين، فعليه انه مثلا الناس المعنيين كانوا مثل ما تقولون يضعون هذا البرنامج دعم. انا شفت يعني ماكو كان اهتمام، ماكو كان اكو دعم، مثل ما تعرف انت والكل يعرف احنا قبل انطلاق البطوله اذا كانت دوره العاب الاسيويه او دوره العاب الاولمبيات العالم يعني يجمعون رياضيين قبل فتره قصيره 3 أشهر او شهرين، هذا مو ما يكفي يعني.
الحقيقة هو عدنان طعيس كان يصلح أن يكون بطل أولمبي رغم إصابته اللي صارت هاي النقطة الأولى، إضافة إلى الإهمال اللي صار من قبل الاتحاد لعدم إرساله إلى معسكرات خارج القطب. عدنان طعيس مع سعيد عويطة يحقق لنا ميدالية أولمبية ويصير لأول مرة في تاريخ العراق الميدالية الأولمبية حصل عدنان بطل حقيقة بطل. أنا كنت أشوف تمرينه رغم أنه كان التمرين اللي يشرف عليه أخوه أستاذ حسين جابر هو مختص بالتمرين عدنان طعيس ومصطفى، وإن شاء الله نأمل أن يحقق لنا ميدالية. ما زال لدى عدنان طعيس الكثير لكي يقدمه سواء في المسافات المتوسطة أو حتى الطويلة، ومن ثم الماراثون، تحول يفرضه التقدم في العمر فيما العراق يعول على قدرات لم تتوقف عن النمو لدى عدائه الأول.